السلام عليكم. في فيديو جديد وفي وصفة جديدة جبنا لكم اليوم البيتزا. البيتزا باش نعطيكم اليوم أسرارها باش تكون البيتزا ناجحة 100%. العجينة هي نفس العجينة اللي نعملها متاع الخبز، رطل فرينة عليها مغرفة كبيرة سكر ومغرفة صغيرة ملح ومغرفة كبيرة خميرة خبز وأربع مغارف زيت وماء دافي للعجن حسب الحاجة. عجينة البيتزا نزيدها مغرفة أعشاب وحبق وزعتر نعمل هذيك الباز متاعها. العجينة لازمها هوني تكون مرخوفة شوية ماهيش مكبوسة، نعجنوها مليح في العجينة ونخليوها ترتاح مدة 10 دقائق. في الأثناء نكونوا نحضروا في الصوص متاعنا. الصلصة متاعنا هي عبارة على كعبة طماطم كبيرة ولا كعبتين طماطم كبار، قسيناهم طروف، حطيت لهم طرف ملح طرف زعتر طرف حبق، وحطيت شوية زيت وحطيت زيت الطن ولا ماء الطن اللي بخدم بيه من بعد، وزدت ملعقة كبيرة طماطم معجونة وهريسة وحطيتهم يتيبوا على النار. في الأثناء نجي بالعجينة متاعي ونشكلها باش نحطها في الطبق متاعي. ولاستيوس لهنا كي نخلي العجينة ترتاح ما نعاودش نعجنها كي نخرجها، نعاود ونأكد ما نعاودش نعجنها كي نخرجها، نخليها كيما هي ونحاول نحافظ على الهواء اللي لميته فيها ونحلوها ونحطوها في الطبق نتاعنا. انا فضلي من هنا من العجينة عملت واحدة اخرى صغيرة معاها. كيما ترى حضرنا الطبق نتاعنا وحطيته في الكوشة يستنى حتى للي تطيب الصلصة. تطيب الصلصة من هنا وانا نحطها فوق البيتزا بتاعي ونعاود نخليها تختمر مدة تقريبا من نصف ساعة لساعة غير ربع ساعة كان باهي. وإذا الدنيا باردة وما مش باش تختمر لكم فيسع، حل الكوشة متاعك الفرن متاعك على أعلى درجة مدة دقيقة وطفي عليه، طفي وتحط البيتزا متاعك في الطبق متاعها وتخليها توك السخانة هذيك تخليها تعاونها على تختمر فيسع. كمل هي تختمر من هنا نشعل عليها الفرن على 200 درجة ونخليهم يتيبوا ما هما يتيبوا ونلقاها اللوطة الأسفل متاعها بدا يحمر يتبدل تغير لونه، نخرجها نحط لها جبن ونرجعها للفرن باش على الشوايه، نرجعها مش على النار كامله باش يذوب الجبن شويه. ومن بعد نزينها باللي عندي. انا عملت هوني طن وعملت زيتون وعملت فلفل اخضر، كل واحد شنو يحب يزيد من عنده. وان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه وان شاء الله طبق التفاصيل نتاعها وما تخليوهاش برشا في الفرن باش ما تشيحش وتولي يابسه، تخرج تولي يابسه، المهم يتغير لونها من الاسفل. نحلو على الفرن وندخلوا ملعقه خشب ونهز قاعده بتاع البيتزا نتاعنا ونتاكدوا اللي هي تغير لونها ولا اذا تغير لونها من اللوطه نخرجوها وكما قلت على 200 درجه لا اكثر ولا اقل. وان شاء الله تكون عجبتكم الوصف، صحه وبالشفاء ليكم، ماذا بيا تجربوها وتوريوني شنو عملت. خليكم مع بقيه الفيديو. كالعادة ما تنساوش الاشتراك في القناة بالضغط على زر سابوني وجيم للفيديو وبارتجيو الفيديو لحبابكم ونستنى تعليقاتكم وبسلامة.